الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الكلي مثال على توازن سوق السلع مع سوق النقود أو توازن سوق السلع وسوق النقود ما يسمى بالكوموديتي أند ماني ماركت إكوليبريم أي إس إل إم أو ما يسمى إنفستمنت سيفينج ليكويديتي ماني لو عندي يعني الان هذا يمثل سوق السلع وهذا يمثل الان سوق النقود ارجو ان يكون في هذا المقطع الفائده العظمى لكافه احبت الطلبه والمتابعين لهذه القناه التعليمية حيثما كانوا وعلى بركه الله نبدا توازن سوق السلع وسوق النقود يمكن لنا ان نستخدم المعادلات الرياضياتيه معادلات رياضياتيه في فهم تفاعل سوق السلع كوموديتي ماركت مع سوق النقود money ماركت إذا تفاعل سوق السلع اللي هو commodity market مع سوق النقود اللي هو أو ما يسمى باللغة الإنجليزية money ماركت تعلمنا في مقطع أو مقاطع سابقة بأن متساوية الدخل الآتي الآن متساوية الدخل أرجو أن تركزوا عليها جزء منها هذا الجزء يعبر عن سوق السلع اللي هي y تساوي سي بلس اي. y ما هي y الآن؟ y هي الدخل الكلي الذي يتألف من فقط يعني متغيرين كليين هما الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري إذا الإنفاق الاستهلاكي سي مضاف إلى الإنفاق الاستثماري I لكن في هذا السوق سي تخضع إلى شكل دالة يعني functional form أو يسمى صيغة دالة كما يأتي لنفترض بأن هذا الصيغة أخذت الشكل التالي هو الآن سي الإنفاق الاستهلاكي يساوي 200 زائد 8 بالعشرة من الدخل آه الإجمالي. إذا الإنفاق الاستهلاكي يساوي 200 وحدة الوح الآن وحدات القياس بنهملها شو هي لكن 200 الآن زائد 8 بالعشرة مضروب في واي اللي هو الدخل الكلي. وآي من جهتها الآن معادلة الاستثمار I تساوي 2000 وحدة وتعلمنا إحنا من سوق النقود بأن العلاقة عكسية بين الاستثمار الاستثمار من جهة وسعر الفائدة من جهة أخرى وبالتالي الآن الاستثمار يساوي 2000 وحدة لكن هذه الإشارة سالبة لأن العلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار وبالتالي الآن I تساوي 2000 سالب 40 مضروب في سعر الفائدة هذا هو سعر الفائدة سعر الفائدة أرجو أن لا غيب ذلك عن أذهاننا جميعاً اذا الان سوق السلع يمكن لنا ان نعبر عنه بواسطه معادلات سي تساوي 200 زائد 8 بالعشره واي واي اللي هو الاستثمار او نفاق الاستثمار يساوي 2000 سالب 40 في سعر الفائده ار هذا الان هو سوق السلع او ما يسمى بالاي اس هذا اي اس آه الذي يعني Investment سيفنج انفستمنت سيفنج لماذا اي اس طبعا هنا الاستثمار اي لكن الأكس اللي هي ما تبقى بعد انفاق يعني جزء من الدخل على الاستهلاك يبقى الادخار وهو أس في هذه الحالة نكمل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الآن أما معادلة سوق النقود Money Market فيمكن اشتقاقها كما يلي الآن ذكرنا في مقطع الطلب على النقود إذا بتتذكروا أحبتي مقطع الطلب على النقود demand for بأن الطلب على النقود يخضع لثلاث دوافع دوافع الطلب على النقود إذا بتتذكروها تتلخص في ثلاثة الدافع الأول هو اللي هو دافع إتمام المعاملات أو ما يسمى transaction demand دافع إتمام المعاملات أو ما يسمى transaction demand والثاني دافع مواجهة الطوارئ اللي هو Precautioner Demand شرحنا المقصود بإتمام المعاملات اللي هو شراء الحاجات من الغذاء والشراب ودفع فواتير الكهرباء والماء والنقل والاتصالات وما شابه في حين أن دافع مواجهة الطوارئ هو لمجابهة أي طارئ معين كأن يقول تعرض الشخص الذي يطلب نقود لمرض أو لطارئ معين في الليل في النهار في أي لحظة مركبته انكسر العجل فيها انكسر قطعة من من المحرك وهكذا والطلب الأخير الدافع الأخير هو الطلب على النقود بدافع المضاربات أو الاستثمار أو ما يسمى speculative or investment demand هذه الآن الثلاث الدوافع يمكن لنا أن نضعها على شكل معادلات نضع الآن الدافع الأول والثاني هو دافع إتمام المعاملات transaction demand ودافع مواجهة الطوارئ في معادلة واحدة يمكن لنا أكرر هنا صياغة دافع إتمام المعاملات دافع مواجهة الطوارئ في معادلة واحدة كما يأتي هذه الآن المعادلة هذه معادلة الطلب على النقود بدافع إتمام المعاملات رقم واحد ودافع إتمام آه ودافع مواجهة الطوارئ آه اللي هو مواجهة الطوارئ اللي هو رقم اثنين ال خلينا نختصر يعني الطلب على النقود بدافع اتمام المعاملات ومواجهه الطوارئ نختصرها بالحرف ال صب 1 يساوي الفا، الفا هذه نسبة نسبة معينة كأن نقول 10 أو 20 أو 30% بنسبة معينة من الدخل الفا من الدخل اللي هو واي. أما الآن معادلة دافع الطلب عن النقود بغرض المضاربة يعني أمحى هذا الحكي بغرض المضاربة اللي هو الاستثمار اوكي okay. فهي من الشكل التالي هذه ال2 اللي هو الان يعني الطلب على نقود لأغراض المضاربه والاستثمار تساوي بيتا قيمه معينه زائد طبعا هنا هذه دائما وابدا اشارتها سالبه هذه اشارتها سالبه فبيتا مقدار معين 1000 ألف 2000 وهكذا زائد قيمة سالبة اللي هي جاما مضروب في سعر الفائدة هذا هو سعر الفائدة سعر الفائدة السائد في السوق فهذا هو الطلب على النقود لأغراض المضاربة والثمار الآن سنجمعهم مع بعضهم البعض بعض. طبعا نكمل على بركة الله لنفترض الآن قبل أن نتحدث عن الطلب على النقود بأن عرض النقد money supply هذا هو money او ذاك يعني كاتبه هون عفوا ماني سبلاي يساوي اللي هو طبعا اختصاره ام اس يساوي 4750 وحده ممكن تكون 1000 بالمليون بالمليار يعني وحدات القياس ليست مهمه المهم المبدا نفهم المفهوم ندرك المفهوم فعرض النقود الان ماني سبلاي ام اس يساوي 4750 وان الان ال1 ألف قبل قليل ذكرنا الآن تأخذ القيمة عشرة بالمئة كما ذكرت مثلا عشرة بالمئة من الدخل في حين أن ال 2 يساوي أربعة آلاف وحدة سالب خمسين في سعر الفائدة إذا الآن ال 2 الطلب على النقود لأغراض الاستثمار أو المضاربة يساوي أربعة آلاف سالب خمسين مضروب سعر الفائدة في حين أن الطلب على النقود لاغراء بدافع اتمام المعاملات ومواجهه الطوارئ يساوي 10% من الدخل طبعا نجمعهم مع بعض الان اي ان الطلب الان على النقود يساوي عرض عند عند التوازن اللهم طلب على النقود الان يساوي 10% من واي زائد 4000 جمعنا المعادله هذه مع المعادله هذه جمعناها الان فاصبحت الان 10% واي زائد 4000 سالب 50 ار عند التوازن كما ذكرت يتساوى عرض النقود اللي هو ام اس تساوي 4750 مع الطلب على النقود اللي هو طبعا الطلب على النقود هذه المعادله ما يعني الان بان المعادله هذه لاحظوا لي تساوي 4750 هنا الطلب على النقود وهنا العرض عرض النقود هنا عرض النقود money supply عارض النقود يمكن لنا ان نسهل يعني هذا الحكي الان اذا نقلنا ال 4000 هذه الى الطرف الايمن وابقينا كل شيء على الطرف الايسر نحصل على ما يلي لاحظوا اللي بصير الان هذه الصيغه النهائيه التي يمكن ان نستخدمها اللي هي داله الطلب على النقود مع يعني في حاله التوازن تساوي 10% في واي سالب 50 ار تساوي 750 بعد ما نقلنا ال 4000 الطرف الايمن يبقى عندي آه يعني 4750 مطروح منها 4000 بيتم عندي 750 وبالتالي هاي التي سنستخدمها ان شاء الله هذه هي ما يسمى ال ام هذه هي ال ام كيرف او معادله ال ام نكمل على بركه الله ان نجمع معادلتي سوق السلع التي ذكرتها قبل قليل الكونسومشن والانفستمنت اللي هي الاستهلاك الانفاق الاستهلاكي زائد الانفاق الاستثماري كما يلي هذا الان داله الاستهلاك تساوي 200 زائد ثمانية بالعشرة في واي هذا الاستثمار هذا الاستثمار يساوي 2000 سالب 40 في سعر الفائده تذكروا انه هذا سعر الفائده وتذكروا انه هذا مستوى الدخل الان وبالتالي عندما نجمع y تساوي c بلس i كما ذكرت إذا y تساوي هذه c وهذه i ما يعني الآن الصيغة النهائية تصير عندي عندما ننقل الواي y إلى الطرف الأيسر نبقي كل شيء على الطرف الأيمن طبعا ننقل هنا هذه الأربعين سالب أربعين r برضو إلى الطرف الأيسر ننقلها فبتم عندي يعني ثمانية اثنين بالعشرة في y يبقى عندي اثنين بالعشرة في y زائد أربعين آر لاحظوا لي تساوي الألفين زائد الميتين تساوي ألفين وميتين، إذا هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الأولى، هذه الآن معادلة الآي إس، أما معادلة الإم عفوا فهي هنا ذكرت قبل قليل واحد أه بالعشرة واي سالب خمسين آر يساوي سبعمية وخمسين، فهذه الآن آي إس أما الإم هي الآن. المعادلة الثانية إذا لدي معادلتين آنيتان، لدي معادلتان آنيتان الأولى رقم واحد اللي هي اه اثنين بالعشرة واي زائد أربعين ار تساوي ألفين وميتين والمعادلة الأم اللي هي عشرة عش عش يعني واحد بالعشرة من واي سالب خمسين ار تساوي 750 وإن شاء الله الآن من يعني نحتاج إلى حل هاتين المعادلتين. بطريقة الشطب والتعويض حتى نحصل على القيم التوازنية، نكمل على بركة الله، الآن توازن السوقين الآي إس ماست ال إم المعادلة الأولى هذه 2 بالعشرة واي زائد 40 آر تساوي 2200، بضرب هذه المعادلة بواحد وربع حتى نتخلص من شيء معين هسه نعرف شو هو. ينتج هذه القيمة اللي هي 25% Y زائد 50R تساوي 2750 وهذه المعادلة الثانية بقيت كما هي فحتى نتخلص الأمانة حتى نتخلص من هذه القيم هنا اللي هي موجب 50R وسالب 50R إذا لما نشطبها يعني عندما نجمع هاتين المعادلتين نحصل على ما يلي الآن نقوم بحل معادلتين الآنتين بالشرط والتعويض الآن 25% واي زائد 50 ار تساوي 700 2750 وهذه المعادلة 1/10 واي سالب 50 ار تساوي 750 عندما نجمع هاتين المعادلتين جمعها نحصل على ما يلي الان عندي اه لاحظوا لي اجمع هاي القيمة وهذه القيمة عند جمع هذه القيمة وهذه القيمة تصبح صفرا وبالتالي الان 35% واي تساوي 3500 ما يعني بان الدخل التوازني واي ستار تساوي عشرة آلاف هذه عشرة آلاف عشرة هنا الفاصلة هنا عشرة آلاف الآن نقوم بتعويض عشرة آلاف بالمعادلة إما الأولى أو الثانية حتى نحصل على الآن نحصل على ما يسمى بالتعويض في إحدى المعادلتين عن واي نحصل على R ستار يساوي 5 أرجو أن تجربوها أحبة الطلب المتابعين إذا R ستار يساوي خمسة ما يعني الآن عندي آه المعلومات تامة حتى أعرف بالضبط نقاط التقاطع إذا I S تساوي L أل عند القيمة Y ستار يساوي عشرة ألاف و R يساوي خمسة سعر الفائدة نعمل التمثيل البياني يعني الآن توازن السوقين كما ذكرت على المحور الأفقي Y المحور العمودي R هذا الان اي اس ال ام هنا طبعا اي وهنا اذا هون اي وهنا اس وهنا ال وهنا ام هاي اذا اي اس ال ام كيرف تقاطعوا نقطة التقاطع بين هذه هذه نقطة التقاطع تتكون من زوج مرتب الزوج المرتب هو كما يلي على المحور الأفقي قيمة واي اللي هو عشرة آلاف هذه عشرة آلاف وعلى المحور العمودي قيمة آر اللي هو خمسة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، لكن قبل النهاية أرجو أن أذكر بأن الآن السياسة النقدية والسياسة المالية هنا يعني تكون فاعلتان، السياستان تكون فاعلتان بحق إذا الآن الحكومة لنفترض قررت تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق أو أسعار الفائدة الخفض وبالتالي تحدث إزاحات إما في إلى اليمين في المرحلة هذا أو إذا البنك المركزي أراد أن يزيد عرض النقد تحدث إزاحات في الأم إلى اليمين هنا، وبالتالي الآن يعني يجب علينا أن نعود إلى ما يسمى بالسياسة النقدية والسياسة المالية حتى نتعرف على أثر التحركات في سوق النقود وسوق السلع. أكون قد انتهيت إن شاء الله بكون قد قدم الفائدة المرجوة لكم جميع أحبتي. باذن الله تعالى الى لقاء اخر مع مقطع جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته